يظهر حب الشباب في مناطق عدة من الجسم، الأمر الذي يسبب الكثير من الإحراج لصاحبه، خاصة عندما يظهر وينتشر في الوجه. إليك في هذا الفيديو من قناة الساحر مجموعة من النصائح للحد من هذه المشكلة. البشرة خاصة النوع الدهني منها بحاجة لتطبيق الغسول الذي يحتوي على مواد مرطبة ومنظفة مرة يوميا في الصباح بغية فتح المسامات وتخليصها من الدهون المتراكمة. يساهم المكياج في إضافة طبقة على سطح الجلد، ذلك يؤدي إلى إغلاق المسام وتشكيل المزيد من الحب المزعج. تخلي عن استخدام المكياج إذا لم تكوني بحاجة لذلك، كما يجب عليك إزالته بعد الانتهاء منه. تساعد بعض المأكولات كالشيبس وأنواع البهارات المختلفة على تحريض إغلاق المسام وتشكيل البثور في الوجه ومناطق أخرى في الجسم، لذا يجب الانتباه الشديد لمثل هذا النوع من الطعام. يعد الليمون مضاداً جيداً للبكتيريا، بلل قطنة ناعمة بعصير الليمون جيداً ومررها على الوجه مكان ظهور الحب، ثم اغسل بعد 10 دقائق بماء دافئ. كرر ذلك مرة كل يوم لتحصل على نتيجة مرضية. يساعد خليط من زيت اللوز وزيت الصبار وزيت العنب وماء الورد بكميات متساوية عند تطبيقه على مكان الحب، يساعد في التخفيف من حدة البثور. طبقه ودعه حتى تتشربه البشرة تماماً. للبابونج آثار مذهلة على البشرة ومشاكلها، اغلي عدة أزهار منه في كوب من الماء ودعه حتى يبرد، ثم قم بتطبيقه بطريقة الغسل لكل البشرة، ذلك سيمنح البشرة نضارة ويخلصها من الدهون والأوساخ. يستخدم خليط الماء والملح فقط من قبل أصحاب البشرة الدهنية لأنه يسبب جفافا قويا للبشرة. اغلي الماء مع القليل من الملح واشطفي به البشرة، ثم نشفي بمنشفة قطنية ناعمة. ينصح باستخدام الخيار يومياً عبر تدليك البشرة بقطع طازجة وباردة منه بشكل يومي لمدة 5 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ. اهتمي بنظافتك الشخصية وقومي بغسل أغطية الوسائد مرتين أسبوعياً على الأقل، وذلك لمنع الزيوت المتراكمة على الوسادة من التأثير على خلايا البشرة. يمكن لأشعة الشمس التسبب بحروق بالغة لبعض أنواع البشرة ومفاقمة مشكلة حب الشباب، لذلك يجب استخدام واق شمسي بعامل حماية عالي مع ارتداء القبعات ذات المدى الواسع لحماية الوجه. للماء على البشرة سحر لا يضاهى، أكثر من شرب الماء للوقاية من الجفاف والمساعدة على إزالة الأوساخ والسموم المتراكمة. الحالات الحرجة من حب الشباب تتطلب عناية طبية مختصة. في حال تفاقم الأمر عليك مراجعة الطبيب ليصف لك بعض الكريمات ومضادات الالتهاب المناسبة لمكافحة البثور.